الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرة. كانوا جزءا من ماضينا ولنا حمل كنوزا كبرى من أحداث لا 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 من تاريخ لا 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 من أمثال ضربت حتى الآن لا 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 منذ زمان لا 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 وإلى الأجيال القادمة منذ الأزل كانت تروى منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرة من أخطاء الغير نتعلم درسا مهما نمشي درب الخير حتى يصلح حال الأمة منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قديم الزمان وفي إحدى البلاد كان هناك حاكم لديه ابنة في مقتبل العمر، وكان يرفض كل من يتقدم للزواج من ابنته لأنه يرى فيهم ما يعيبهم. وذات يوم تقدم راع لخطبة ابنة الحاكم. أنا أسمع. نعم، قل أيها الراعي ما هو طلبك؟ إن أذنتم لي أيها السلطان فإنني أتقدم طالبا يد ابنتكم على سنة الله ورسوله. هكذا إذن، ولكن ألم تعلم أن ابنتي قد طلب يدها الكثير من النبلاء والأشراف ولم أقبل بهم؟ ومن يرغب بالزواج من ابنة الحاكم لابد من تميزه بالنبل والغنى والمهنة. هذه الأمور يجب أن يمتلكها الشخص، وفي كل الأحوال أنت لا تناسبها. أيها السلطان، في الحقيقة إن كل الذي ذكرتموه عن النبل والغنى موجود لدي بالفعل، ولكنني لا أتكلم عنه لأنني أخشى أن أكون متكبرا ومتباهيا بذلك، والله لا يحب المتكبرين المتعالين. هكذا إذن، وتعرف كيف تتكلم بحكمة أيضا. هيا قل لي، ما هو النبل الذي تجده في رعي الغنم؟ أيها السلطان، إنكم ومن أجل أن تزوجوا ابنتكم تبحثون عن النبل والغنى، وأنتم ترون بأن مهنتي تفتقر إلى هذه الصفات، فإذا أذنتم لي شرحتها لكم. ما الذي تقوله؟ أتظن نفسك ناصحا لي أيها الراعي؟ لو لم تكن قد قدمت ضيفا علينا لقطعت رأسك الآن. عليك أن تغادر المكان فورا. هيا اغرب عن وجهي. أيها الحراس، ارموا بهذا الراعي خارجا. وبسبب تعجرف الحاكم وحدة تصرفه عاد الراعي إلى قريته، وواصل رعي خرافه وهو مهموم حزين، وأخذ يبث أحزانه ولوعته في الجبال، مما جعل جميع القرويين في البلدة يتعاطفون معه ويحاولون أن يخففوا عن الراعي المسكين. السلام عليكم. وعليكم السلام. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن في هذا حكمة واضحة. نعم، يمكن أن يكون كذلك. هذا هو النصيب، ما الذي تستطيع أن تفعله؟ لا شيء. انسى هذا الأمر، فابنة السلطان لا يمكن الزواج منها بسهولة. لقد كان حصول هذا الأمر متوقعا، ليتك لم تذهب هناك. بالفعل قد تكون محقا، ولكن الذي ألمني هو طريقة تقييم السلطان الذين يطلبون الزواج من ابنته. بالطبع، فالسلطان يفكر هكذا، ويمكن ألا يكون هذا ذنب السلطان أيها الراعي الطيب. فإن قبل السلطان أن يعطيك ابنته، فهل تعتقد أن ابنة السلطان ستقبل الزواج منك؟ أنا أؤمن بالنصيب ولها كل الحق في القبول أو الرفض. أو تعتقد أنها ستوافق على راع مثلك؟ أرجو ألا تستخف بي. لا يا عزيزي، لم أقصد أن أستخف بك، ولكن أردت أن أخفف عنك حزنك. لا تهتم وحاول أن تنسى هذا الأمر.
إن شاء الله سأحاول. وذات يوم طلب الحاكم ابنته وأخبرها بما قرر. يا ابنتي، لقد طلب يدك الكثيرون، وأخيرا وقع اختياري على ابن سلطان البلد المجاور لنا، وبسبب كون والده سلطانا فإنه نبيل وغني ومهنته الصيد، وانتشرت شهرته في كل البلاد، ولم يشاهد وهو يخرج إلى الصيد في أي مكان أو زمان ويعود دون صيد. أنا مقتنع به وسأزوجك منه. وكلما اقترب يوم الزفاف كانت ابنة الحاكم تذبل يوما بعد يوم، وأخذ جسدها يضعف، ولم يتوصل أحد إلى علاج الفتاة، حتى الأطباء لم يجدوا دواء لها، وبقيت الفتاة على تلك الحالة المزرية مسجاة على سريرها تتنفس فقط. لم يترك الحاكم بابا إلا طرقه، ولكن دون جدوى، حتى تم إلغاء الزفاف. ذات يوم رأى أحد وزراء الحاكم حلما غريبا، وكان ذلك الوزير وزيرا مؤمنا تقيا يثق به الحاكم كثيرا. ذهب الوزير إلى الحاكم ليخبره عن حلمه الذي رآه في المنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحاكم. وعليكم السلام، هيا اروي لي ما هو الحلم الذي رأيته. أيها السلطان، رأيت حلما أتكلم فيه مع شيخ كبير، وحسب ما قال هذا الشيخ فإن دواء ابنتكم هو جلد خروف، وهذا الخروف لم يأكل الحرام قط. حسنا، وهل ستشفى ابنتي إذا قمت بإحضار جلد خروف كما قال الشخص الذي رأيته في الحلم؟ ليس جلد خروف فحسب، وإنما جلد خروف لم يأكل الحرام قط. حسنا، جلد خروف لم يكن قد أكل الحرام، إنه أمر سهل، لقد جربنا العديد من الحلول. جلد خروف أمر سهل، فليذهب جلد 1000 خروف فداء لابنتي. أعطيكم أوامري حالا، اذبحوا واحدا من خراف حظيرة القصر، وإن شاء الله ستصدق رؤياك. إن شاء الله. وتم ذبح كل الخراف التي في القصر واحدا بعد الآخر، ووضعت الجلود على الفتاة، ولكن دون جدوى، وأصبح الجميع على يقين بأن هذا الأمر لن يجدي نفعا. ما الذي تقوله أيها الوزير؟ هل كانت كل خرافنا تأكل الحرام؟ هذا كلام فارغ، لقد ذبحنا كل الخراف من أجل رؤيا، ولكن الخطأ خطأي أنني صدقت رؤياك وسمعت كلامك. ولكن أيها السلطان. ولكن ماذا؟ هل سنبحث في كل المدائن عن هذا الخروف؟ نعم أيها السلطان، يجب أن نبحث. هل قلت نعم؟ وكيف هذا؟ ومن يصدق الذي تقوله؟ يصدقنا كل من يعرف ويعلم قيمة الأبناء أيها السلطان. أنت محق أيها الوزير، أعطي الأوامر إلى الحراس ليبحثوا عن هذا الخروف. قام حراس الحاكم بالبحث في كل البلاد، وجمعوا معظم الخراف وذبحوها، حتى جاء زمان على البلاد أصبح كل من يملك خروفا يخاف أن يعطيهم إياه، خوفا على صاحبه من أن تصيبه سمعة سيئة، إضافة إلى أن الخراف تؤخذ بدون حق ولا يعطى صاحبها مالا. أما الراعي المسكين فقد بقي مع خرافه في الجبال، وحين علم بما حدث بابنة الحاكم قام بذبح أحد خرافه وحمل جلده واتجه مسرعا إلى القصر. وأدخل إلى مجلس الحاكم الذي لم يتعرف إليه من شدة حزنه على ابنته. أقدم لك جلد خروف أيها الحاكم. إن شاء الله لن يكون خروفك قد أكل الحرام. إن شاء الله أنه لم يأكل الحرام أيها السلطان. إذن فأنت لست متأكدا. ليس هناك أحد متأكد من ذلك، إن الله يعلم بذلك فقط. الحمد لله، بارك الله فيك، أشكر الله الذي أرسلك لتكون سببا في شفاء ابنتي. أيها السلطان، أعطوا أوامركم ليطبخوا قليلا من لحم الخروف المذبوح، لأن ابنتكم عندما تستيقظ ستكون جائعة بالتأكيد. حسنا، سأعطي أوامري بطبخ لحم الخروف بأسرع ما يمكن. لقد كانت سعادة الحاكم لا توصف بشفاء ابنته من مرضها الغامض، وكاد أن يطير من الفرح، ثم نظر إلى وجه الراعي بتمع وقال له: قل لي أيها الشاب،
ألم ألتقي بك من قبل؟ نعم، ولكنني لم أكن أراك تليق بابنتي. نعم، كنت محقا. ألم تحزن؟ نعم حزنت، ولم يكن بيدي شيء أفعله، ولكنك أيها السلطان قمت بطردي قبل أن أكمل حديثي، والآن أريد أن أكمل حديثي، وبعد ذلك إن أذنت لي سأذهب. أعتذر منك، أكمل حديثك. قلت أيها السلطان إنك تبحث عن النبل والغنى والمهنة المشرفة لدى الشخص. انتظر، أخطأت بحقك، لقد غرتني نفسي. إذا كنت باقيا على كلامك بطلبك يد ابنتي فسأزوجك إياها. وهكذا، فإن الله تعالى قد من على الراعي بالمال والمرعى الحلال ليوصله إلى مبتغاه بالزواج من ابنة الحاكم، فأقام الراعي زفافه في قريته ودعا كل الموجودين في القصر، وعاش الراعي حياة مليئة بالفرح والهناء. إن الغنى ليس بالذهب أو بالمال، إنما غنى النفس وحسن الخصال. إن الغنى ليس بالذهب أو بالمال، إنما غنى النفس وحسن الخصال. وغنى النفس قناعتها ونبلي في إيمانها. وغنى النفس قناعتها ونبلي في إيمانها. غني لو كنت فقيرا ما دام رزقي حلال. ما دام رزقي حلال. منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرة. كانوا جزءا من ماضينا ولنا حمل كنوزا كبرى من أحداث لا 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 من تاريخ لا 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 من أمثال ضربت حتى الآن لا 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 منذ زمان لا 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 وإلى الأجيال القادمة. منذ الأزل كانت تروى منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرة. من أخطاء الغير نتعلم درسا مهما، نمشي درب الخير حتى يصلح حال الأمة. منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرة.